ورعايه ابطالنا المنسيين او ابطالنا المجهولين اللي مش معروفين وربما يعني بطولاتهم معروفه في الفداء الفدائي عبد المنعم مناوي من ابناء مدينه السويس وعضو منظمه سيناء العربيه التابعه لاداره المخابرات الحربيه والاستطلاع من بعد نكسه يونيو 67 وحتى ما بعد نصر رمضان اكتوبر 73. في مايو 67 كنا بنرى الدبابات والمدافع والمدرعات ذاهبه لمراقبه العدو شرق القناه. موجوده في البلد. هنجيب مين يحرسها فابتدت انشاء مجموعات المقاومه الشعبيه كان هدفها تامين المنشات الحيويه داخل المدينه زي الشركات والمصانع المدارس والمستشفيات المساجد والكنائس السنتر اي مكان يجمع كميه من البشر. المكان الوحيد اللي موجود على البحر الاحمر من الموانئ ميناء السويس. فكانت تيجي المواقف فكرة الوطن اللي ساعات بتغيب لكن هي في الحقيقة جوانا ومن وقت لآخر بتيجي بعض الأحداث عشان تفجرها. فاحنا بنشكر في الحقيقة المنظومة الإعلامية بكاملها اللي قدرت تفجر المشاعر دي عندنا. أنا بتصور إن وقفتنا النهاردة للاحتفال والحفاوة بجمعة هي وقفة في وجه البيئة الحاضنة التي تفرغ الخيانة والجواسيس اللي بنسمع عنها. هي عودة للقيم الوطنية الحقيقية التي تغاضى عنها البعض فأصبحت الخيانة مجرد وجهة نظر.